طبعا احنا اهل حي العسكري. الحي العسكري انبنى تقريبا من سنة الثمانينات، ولحد هسه ولحد هاي الساعة من بدت الحكومة ومن سقط النظام لحد هسه، هاي تشوفوه قدامكم الانقاض والمياه العفنة والامراض، ولحد هسه ما صار شيء، لا مجاري لا كذا، لا البنى التحتية منتهية، وضعنا كلش تعبان. واحنا هسه ناشد الحكومة، هسه احنا بالنسبة لنا يعني حتى لو ابسط الامور، ابسط الامور بالنسبة للحي العسكري حتى لا يعيدونا لبزول، هسه ما نريد المجاري، يعني يخلصونا من هاي الامراض، يخلصونا من هاي اطفالنا، زين هاي الحيوانات السائبة هسه وراء اطفالنا ما تقدر تروح للمدارس، صعوبة الطفل يروح للمدرسة، تطلع المرأة للسوق ما تقدر تطلع، زين والى متى انا احنا هالشكل؟ ناشد الحكومة وناشد اخواننا المسؤولين وناشد، يعني تجي هسه آليات هاي صارت 3 أيام، وإحنا نشكر أهالي كربلاء يعني ساعدونا بهذا الوضع. زين وإلى متى نظل هالشكل إحنا؟ إلى متى؟ يعني إحنا يصير المواطن العادي هو يروح يشتغل بيده؟ تفضلوا هاي النفايات شوفوها قدامكم، صار لأكثر من أسبوعين هي مرمية هنا، لا بلدية لا 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 محلية، لا أحد يحكي، لا أكو مسؤول إجا شاف المنطقة وقال هاي المنطقة ليش منكوبة، ليش شنو سبب هذا؟ زين وإحنا نناشدكم ونناشد إخواننا الطيبين على مود يساعدونا بهذا الوضع. احنا هسه نريد نناشد الحكومه المحليه. بالنسبه للنواب، النواب ولا واحد اجانا على ياسر اسكندر، بس احنا نريد نسال يا باقي النواب مال الحله، ولا واحد شفته هنا على ياسر. زين محافظ وينه؟ يصير هاي الحدائق، هاي الحدائق اللي من بيوتهم شوارعهم، يصير هيك مياه، يصير هيك قضايا بشوارعهم، شارع المحافظ، شارع المسؤولين، شارع النواب، يصير يشكوا بيهم بيوتهم يوافقون على هاي الشغلة؟ يعني أطفالنا تمرضت كلنا، يعني ما أعرف وين نروح، إن من نشتكي من نعرف، يعني لا حول ولا قوة ظل الشعب العراقي بسبب الإدارة المحلية مال بابل، لا مجاري لا شارع بيه حظ، إذا تريد تطلع متنفس تنفس أطفالك ما تقدر، عمش معنا أمراض. يعني هسه أنا أريد أسوي عملية أطلع عين زبايل وحفاظات وش اسمه، يصير هذا الوضع في محافظة بابل؟ ما أعرف، بقت يم الحكومة المحلية. السلام عليكم. طبعا إحنا من أسوأ المحافظات الموجودة بالعراق، وإحنا هنا بحي العسكري من أسوأ الأحياء الموجودة بالحلة. أنا بمحافظة بابل، أنا طبعا معلم هنا بمدرسة، يعني المدرسة قريبة عليه، بس بالقوة يلا أصل المدرسة بسبب هاي الأوضاع اللي تشوفوها، الشوارع الغرقانة وهاي النفايات وهاي الأوضاع السلبية اللي موجودة بالمحافظة. ويعني احنا يعني نمر بواقع مرير كلش كلش كلش، لا خدمات لا أي شغلة زينة للحي ما موجودة هنا بحي العسكري. المدرسة طبعا أسوأ يعني مدرسة موجودة بحي العسكري، والمدارس كلها بصورة عامة مو بس مدرستنا، كل شيء ماكو بمحافظة بابل ولا بحي العسكري. حي الطيارة العفو من المناطق الجميلة جميلة بالحلة، وقريبة على كل مناطق الحلة والدوائر مالتها، بس تنقصها الخدمات، خدمات ما بيها نهائيا. وهذا الوضع يعني هاي انت تشوفه بين كل الفروع، لا السيارات تقدر تمشي، لا البشر يقدر يمشي، تكرم المزابل يعني دائما موجوده يومين ثلاثه يلا تنشال. فهذا الوضع مع الاسف يعني، وهي دائما هذا الشارع خاصه يصير بديل للشوارع الاخرى اللي يصير بها حجز، لو تظاهرات لو شغلات اخرى، السيارات تقوم تفوت من هنا بس ما حد يهتم بيها، السبب شنو ما نعرف. هاي وهاي تشوف هاي الوضعيه مالتها، قبل فتره اجوا وخربوا الحدائق مالتنا، هاي تشوفوها هسه مخراب صايره، النوبه زادوها اكثر تعاسه. فهذا الوضع اللي موجود بحي الطياره، خدمات نهائيا ما بيها. نتمنى انهم الإدارة مالتنا أن توفر خدمات حي الطيارة، لأنه شعبها قديم، مو تقول يعني جديد من الحلة، قدماء الحلة الموجودين بها والمسؤولين مال الحلة موجودين بها،
بس شنو اللي يصير ما ندري. هاي شوارع اشوف الحاله اللي موجود بيها هنا. يعني الخدمات هاي يعني نروح للمهندسين ما حد يجينا، نروح للتناكير ما يقبلون، يعني يا مهندس نروح له ما يقبل. وهاي الشوارع شوفوها قدامكم، يعني لا طبتنا بيها نطب، يعني صحيح يعني ملينا من هاي الشارع، ملينا. هاي 7 مرات احنا جايبين تناكر على حسابنا، دمرت سياراتنا، دمرت يعني مدارس عندنا، ما نقدر نطلع طلابنا احنا. يعني طلابنا وين نوديها؟ ما ندري وين نوديها. البيوت انتهت، فاضت هاي البيوت قدامكم تشوفوها بعد بعينكم. يعني ملينا من هاي الشارع، ملينا. شوارعنا كلها كلها فايضة. هسه تعال شوف عينك بعد، هذه الشوارع كلها فايضة ذيك. سياراتنا عطلت، ملينا من الشوارع هاي. يعني ما بدنا حتى نودي رجعنا للمدارس. السلام عليكم. احنا منطقة شارع 80 حي المصطفى اللي معروفة بحي البصارة. منطقتنا من المناطق التعبانة اللي لا يدخلها مسؤول، لا تجيها بلدية، لا تجيها العفو السيارات مال مجاري. يعني احنا هسه بهذه المطرة عندنا الشوارع هاي شوفت عنك، شوارع عدمت زين، عندنا عوائل، عندنا اطفال، عندنا خطوط مدارس زين. انت يعني انا صار لي يومين، البارحه واليوم يشهد الله عليه، البارحه واليوم رايح للمسؤولين جماعه المجاري، هم جزاهم الله خير، الناس تعبانين ولا يشتغلون زين. اقول للاستاذ بس تعال اسحب لي تكرم الشارع، يابا هسه اجيك وبعد شوي اجيك. فاحنا ناشد الجهات المعنيه، ناشد المسؤولين، يعني انت بس اسالك سؤال، يعني انت تقبلها هسه هذه، تقبل هاي الوضعيه؟ لا طفل يقدر يطلع على مرتك، كل احنا عندنا عوائل وعندنا سيارات وعندنا طلاب زين. من يقبل؟ من ضميره منو اللي يقبل انه نقعد وهيك قاعده؟ يعني الله شاهد ورسوله، احنا بلديه دخلنا على حسابنا، هذه المنطقه بلديه ما تدخل، احنا دخلنا على حسابنا السياره اهليه، قمنا نجمع لها من البيوت شهريا ونطيح على حسابنا. لا بلديه توصل، لا مجاري عود. يعني المجاري اذا صير امطار وفيضانات اخر الناس، هاي بعد معاناه، بعد معاناه نروح ومرتين وثلاثه 10 عود، يلا يطلع لك سياره، وابو التنكر من يطلع الله يحفظه ويسلمه، هم يعني مثل ما تقول على قولته من ورا خشمه زين. فاحنا ناشد الجهات المعنيه، ناشد المسؤولين، يعني شوفوا لنا شاره. يعني انتوا هسه هاي منطقه تحتوي لها تقريبا على شو اقول لك 1000 بيت، ومو مناطق عشوائيه، منطقه كلها طاب وصرف وناس قاعده وعوائل ورحمه من الله. منطقه حي العسكري في محافظه بابل، اي خدمات مياه صارفه ماكو، مجاري ماكو، البيوت غرقت، العالم قامت تلم من البيوت وش اسمه وتصرف المياه. يعني محافظ ماكو، ماكو رقابة، الموارد المائية ماكو، خزانات ماكو، خطية العالم كلها فاضت بسبب هاي المطرة. يذبون المي على الشارع ويرجعون النوب على الشارع، النوب يجيبون خزانات تصرف المياه. فنريد من المحافظ، من الموارد المائية يجون يتابعون هاي الشغلة، خطية العالم. فاضت بيوتنا والمي دخل بيوتنا وغرقت بيوتنا، وطلعنا المي على الشارع والنوب، جبنا خزانات على حسابنا الخاص، الخزانات على حسابنا الخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناشد مسؤولين الحلة المحترمين على الفيضانات، لحد وصلنا. صحيح فعلا يعني هم ينقلون على 80، بس احنا شغلنا انتهى، احنا اصحاب تاكسي بعد ما نقدر نطلع، ابو المولدة يطبش بالمي، المحلات معزلة، اليوم مدارس، يعني اليوم عانينا إلا ودينا أولادنا المدارس. ليش يعني مو الحلة تريد أهلها؟ يعني ليش ما حد يشوف الفيس؟
يعني فيس ماكو، معقولة ماكو فيس؟ مع الأسف يعني، مع الأسف والله، حي العسكري كل يعني كله فاض حي العسكري للبيوت، ولا يزال هسه طقة البزول علينا نروح نجيب الحفارات اللي ذبن التناكر بالمبزل على 80 دا يرجع المي علينا. يعني المفروض يراد لنا حفارات، يراد لنا آليات. هسه لحدنا عندنا احنا يقولون هم هسه نشفوا، بس المنطقة اللي هي بقاطع المختار حيدر جابر اللي قرب الملعب مدرسة الظفر قافلة مي نهائيا، يعني قافلة قافلة قافلة. ونتمنى التوفيق للجميع. احنا اهالي حي العسكر شارع 80 قرب اعدادية السكينة للبنات. احنا هم اصحاب محلاتنا على باب الله انقطع رزقنا، وهاي اطفالنا حتى صعب ده تروح للمدرسة. يعني اليوم الرابع على التوالي والمي ما نزل زين، كلها البزول مسدودة، مجاري ماكو. هسه مو مشكلة احنا، لا مشكلة الاطفال ولا مشكلة اللي يصير عنده مريض، شلون يشيله بهاي المي، شلون يطلعه منا؟ يعني بطيارات نطلع المرضى مالتنا؟ الله اكبر. وتدري حي العسكري بمسؤولين وبنواب، وين حكومة باب المحلية؟ لا اكو خدمات، لا اكو مياه، هاي مجاري صرف صحي ماكو. شركة دخلت ويومية باشر، صارت كم سنة الشركة مال مشروع مجاري الحلة الكبير، لحد الآن كل شيء ما شفنا من عنده. زين مثل ما تشوف قبالك هاي المعاناة، الأطفال الكبار بالعمر، بالله احنا شباب نقدر، الكبار بالعمر المسنين شلون يطلع؟ زين ناس مرضى، ناس وهاي كلها أوبئة وأمراض تسبب. السلام عليكم إخوان، احنا في محافظة بابل حي العسكري. احنا هاي ناشدنا لما ملينا ما حد يسمع لنا، قبلك الحسين خيسه ريحه جراثيم، كل شيء جدري موجود بالحي. اطفالنا تمرضت، هاي بعض كلها سبيها بعض جدري ما شنو، هذا كله ماي نقاط وماي مطر. زين المي طب للبيوت، طلعنا حتى ماي المخازن الكامله خير. ملينا شدنا ملمين العصب، حي امي يجي واحد هنا نلتقي به ما حيسوي لنا حل. زين احنا هسه راح نصير حل، لو نحرق تايرات، لو نسوي مظاهرات عن على البقيه، بالحش ما حد يجي، صح لو غلط؟ فاحنا انتهينا، مدارس حتى المدارس غرقت، مدرسه تغرق، مدرسه طب لها جو الماي، وين الدوله؟ وهذا مال المجاري حطه على اساس سووا المخزن، كل شيء ماكو، سدوا ومشوا. وياك لاوات والله تعبوا روحكم، ما حد يسمعكم، يجون هنا بس يصورون ويا الشباب محابيس، لو ما ادري شنو شنو محابيس؟ احنا وقت محابيس؟ احنا نريد خدمات، نريد حياه كريمه، على اساس هذا الحكي هذا؟ هاي وين صار هذا الحكي؟ احنا نريد ناس تجي تسوي لنا خدمات، مو طقطق صور ونروح، ملينا من الصور، من 2003 لحد الان طقطق صور، الى متى؟ أنا والله المطر حيل، يعني صار تقريبا 3 ايام هيك 4 ايام تبهدلت، حتى الناس تبهدلت. طب لبيوت هواي المطر اثنين، هذا نام كم صار 3 ايام 4 حتى ما نقدر نعبر الشارع هذا. الله وكيلك. زين ماكو لا احد اجى، لا بلديه ولا مدير بلديه ولا احد يتحرك ولا هذا، تبهدلين كلها بهدله هنا. يا يعني المنطقه هاي كلها تبهدلت بعد ما يشوف بحيره. والله السبب لان حكومه تعبانه، بلديه ماكو، خدمات ماكو، مي صار له 3 ايام شغلنا قاعدين معزلين، اطفالنا لا تقدر تعبر، نسوان لا تقدر تمشي، حل ماكو محافظه، عمل ما بي انجازات، ماكو اي انجازات ماكو بالمحافظه. يعني الروتين نفسيته، تجي يجون البلديه ابوي سحبوا المي عندنا، بكانات اولى من هذا البكان،
زين هذا البكان هو مدخل مركز الحلة، شنو بعد أولى من عده؟ شوارع تفلشت يعني ما تعرف شنو الحل، ما تعرفه، تناشد أي مسؤول ما يسوي لك أي حل. انقطاع رزقنا توقفنا، حتى محلاتنا عزلناها، لأن ماكو المواطن ما يقدر يجيك، ما يقدر يعبر يسوق من عندك. أنا سباع مخضر، ما يقدر المواطن يعبر لي من الشارع العام، ليش؟ لأن فايضة، لا يقدر يدخل لي بسيارته ولا يقدر يدخل لي راجلا، لأن المي يعني مي مو شيء بسيط. منتهي مشروع من مجاري الحلة، يعني شارع 60 فاض 3 أيام، ظل فايض شارع 60، والمشروع أخذ تكاليف على الدولة وماكو أي فائدة، أي حل ماكو. ناشدنا أكثر من مرة الحكومة المحلية على مود يجون يسحبون المي، لأن عملنا توقف، الطلاب ما تقدر تروح المدارس، الوضعية تخربطت هنا، ناشدناهم أكثر من مرة ما جوا، اضطرينا نجيب مطارات على حسابنا، المطار بساعة 25، تدري انت هاي كلها تكاليف، احنا منا معزلين يعني محلاتنا، ومنا ندفع من جيوبنا على مود نشيل المي، وقدام أنظار الحكومة، ومود يسوون نحل. اكثر مره نشدناهم يابا تعالوا احنا هنا يعني هذا شارع عام وطلابنا قاعدين يعني ما يروحون الدوام، عمالنا توقفت لا يسمعونا ولا يجون ولا سحبوا المي، لحد ما رحنا احنا على حسابنا اخذنا مطارات اجرناها، المطار يعني الساعه 25 وهي كلها يعني فوق الضيم وفوق المطار، بيوتنا غرقت انه ندفع من جيوبنا للدوله. جت مره واحده او مرتين وانسحبوا، اكثر من مره خابرناهم يابا تعالوا الشارع يعني فرد مره وغرقانين، اي راح نجيكم، باقي المناطق هم غرقانه ونخلصها ونجيكم. وهاي اليوم الخامس او السادس ولا نتيجه، وهاي قدامك تشوف انت المي وشوف الجهال يلعبون نص المي. اطب لأن شوارع كلها مي بالقوة يعني نمشي، السيارة إذا طبت تغرق، كل مرة يجون أهل التاكسيات يطبون يغرقون ويطلعون، وكل مرة أقف إذا أي واحد يطلعني ها ما حد يخليني قمت أطب المي. أشيل بنطلون وأروح، وكل مرة من أروح المدرسة غرقانة، لو أقع بالمدرسة وارجع للبيت أبدي. عمي إحنا منطقة أبو خستاوي، شارع كربلة فوق من المرور، يعني هذا المي اللي هسه تشوفوه أنتم بالشارع، هذا اللي هسه إحنا البيوت مالتنا يعني بيوتنا أكثرها غرقت، احتارينا بالمي الشومبي، طلابنا ولدنا اللي يردون يروحون للمدرسة شلون يروحون، مدى نزل شلون يروحون. زين نسأل من هو اللي نسأله؟ نسأل السيد المحافظ، معاون السيد المحافظ، مدير البلدية، الدفاع المدني، يعني ملينا احنا من هاي الموضوع، ملينا دور المجاري، المجاري وين هم؟ مو الشكل، فبدنا نسأل من احنا؟ نريد ويا من؟ صار لنا هاي تقريبا احنا 5 أيام او 6 أيام على هالوضعية هاي، وما حد يجينا وما حد يوصلنا. البارحة يمكن انا شفت السيارات اللي هنا جتي مال الدفاع المدني، 2 أو 3 أو 4 وقفوا بذاك الجانب هناك، وبعدين خلوا وانسحبوا، ليش انسحبوا وليش ما ندري، يعني ما ادري. البيوت مالتنا كلها غرقت، تبليط ماكو، مجاري ماكو، زين اجوا سووا شارع 100، شارع 100 اثر علينا، المياه مالته اجت من شارع 100 اجت لهنا علينا، المياه بلطوا شارع كربلاء من بحيره غرناطه، بلطوه سلطوا المي كله اللي جاي. الميم المرور سلطوها بلطوها المي كله اجى لهنا، شوارعنا ناصيه، شوارعنا خدمات ما بيها، لا بيها تبليط لا بيها خدمات، مدارس عزلت. تفضل هذا البيت غرق، هذا من المسؤول؟ هذا من المسؤول هسه عليه؟ زين الخشب والاغراض كلها راحت، منو يتحملها هاي؟ لا حد اجانا صار 5 أيام، لا ابو تكر يجينا، لا دفاع مدني يجينا، الناس كلها غرقت. عمي الله شاه صار لنا هذا اليوم الخامس، لا حد جانا لا حد وصلنا، قبل شويه جماعه سوت تظاهرات يلا يا دوب بجمع هذول دنكل ودنكلين
باعتبار يعني ما صاحبين كل شيء. انا الله شاهد مو بس انا، المحلات كلها انقطع رزقها. هذا مسواقي صار له 3 ايام. الواد بس انا اذا اطلب لك المي وصل لنا الله شاهد. كهربائيات ما كهربائيات كلها هاي تفلشت. قبل ايش كم يوم هنا البيت هنا غرق الله شاهد وقع. هاي جوال الطبون صورونا كلها وقع البيت. شو تسوي يا عم هذه كلها فقرت ما لها بيوت. انا رزقي انقطع. رزق على باب الله، انا معيش 11 نفر. كل رزق انقطع، عادي شلون الطبل شلون تطلع لي؟ ما اقدر. حقيقة هذا المطر من يوم الأربعاء من نزلت هاي المطرة القوية، هذا المطر بقى متراكم، ما شفنا شخص اجانا كمسؤول بالمحافظة اجى تابع هذا المطر. يقينا هاي منطقة فقيرة، هذا بهذا الشارع موجود مدرسة أطفال، وباكر اليوم مدرسة أطفال غرقانة اسمها حمائم السلام، ساكنين بكربانات، الكربانات من مطرت ظلت الكربانات تنتل، يعني بمعنىها بيئة ماس كهربائي. زين فهسا قبل شوية جتني الفراشة قالت حجي أبو سعد احنا المدرسة ما بيها طلاب، ادخل للمدرسة وشوف. رحت بوعت للمدرسة والقاها مع احترامات جنابكم وشخصكم الكريم والمستمعين الحد الركب. وانا بالمناسبة انا عندي مصالح وانا رجل قانون محامي واستئناب بابل تعرفني، لابس هدوم شغل واكرب بالبيت وبالمحل وياي، فاذن عيشتنا مقطوعة وخبزتنا مقطوعة، وكذلك هسان عندي دعوة هواي ما دي امشي بيها، عرفتها سلمتها لغير شخص، ظليت قاعد قبال بيتي بس انقل من الحديقة والبيتي هم انصى من الشارع. فيا اخوان يا حبيبي يا مسؤولين، يعني انا شفت بشارع 80 حسب ما نقلت لنا البارحة الوادم، شارع 80 طلعوا حرقوا تايرات وقطعوا الشارع، استجابت لهم الدولة. يا اخوان احنا ليش ما نشتغل بتعامل انساني بعيدا عن المظاهرات؟ هو المظاهرات مكفولة بالدستور نعرفها اذا كانت سلمية. اليوم الصبح انا بالبيت شميت ريحه حرق، طلعت شباب بالمنطقه خلفي هناي شغلوا تايرات، شغلوا تايرات، اجتهم دوريه طردت المجموعه. البارحه اجونا سيارات مال اطفاء 2 ما سحبوا لهم ماكو 6 سيارات، صوروا المكان وداروا وجههم وراح. راحت الوادي مسيتهم يابا شو القضيه؟ ليش راحوا؟ قالوا الشخص المسؤول عليهم يقول هاي شو يسحبه. فيا حبيبي احنا مناشدنا لكم وعنا ان حق عليكم، هاي المنطقه بيها 3000 عائله، بايام الانتخابات تجونا وتوزعون اوراق وتلزقون اوراق على بيتنا وعلامات انا اخوكم، انا شخص، انا من ساحه المظاهرات وانا مستقل. شاوينكم تعالونا شوفوا وضعنا، شوفوا وضع الوادم، يعني هي معيبه علينا. اجوني من الصبح قالوا حضروا تايرات وهسه صار خلفي، قالوا نطلع التايرات، شو تقول لو نوقف بالشارع ونحرق التايرات؟ قلت لهم عمي هذا مو حل، احنا هذا طريق رئيسي، طريق حله كربلاء، هذا واجهه محافظه، يا سيد المحافظ، يا اخوتي المسؤولين، هذا واجهه محافظه، عوفنا من رزقنا، يعني سمعه المحافظه ما لها سمعه؟ ما اشوف من عندكم توجه، ولا اشوف من عندكم واحد اجاني قال لي حجي انت قاعد هنا، شنو قاعدتك؟ اقول لك يا حبيب قلبي قاعدتي على مود هاي الناس، انا مسوي فتحه صغيره والوادي بتتعدى عليه، كل ساعه اشغل الماطور اكرف الماي. والله جاي الناشد البرلمانيين اللي بالمجلس المحافظه، مجلس بلديه، ما حد يجي. يابا تعالى منطقة غرقانة، مدرسة حتى ما داوموا اليوم، دوام ماكو. المدرسة جاي توصل بالكهرباء. اجوا الكهربائيين، جت المديرة مالت المدرسة، زين فصلوا ذاك الكيبل، فصلوا من فوق، على مود لا توصل الكهرباء. زين وماكو دوام اليوم، المدرسة ما داوم. وهي شوفت عينك، هاي البيوت أكثرها طبلها مي. طبل المي للبيوت. زين ما حد يجي. ناشدنا ياسر اسكندر البرلمان، بالبرلمان هم ماتين دزلنا ذيك ستناكر 2.
بعد ما حرقنا تايرات على الشارع طبعا، وجت الشرطه واخرت التايرات، قلنا لهم عمي شوفوا لنا حل. ناس مرضت تطلع تداوى ما تقدر، تتسوق ما تقدر. زين ناس اكو جوا تهدمت بيتين عندنا داخل بالجو، بيتين انهدمن خلاص من ورا المي. ما جاي يشوفوا لنا حل. طبعا الخلل هو كبير، الخلل هو قديم مو هسه. اللي يجي بمجلس المحافظه نقول له اكو نقوصات هنا، تبليط ماكو، هاي المدرسه كم مره ناشدنا يا بذبونا سبيس على الاقل الخاطر المدرسه، يقولون وكل شيء ما يسوون، يعني بس وعود، وعود كاذبه. زين انتم علي من تكذبون؟ تكذبون علينا على الله من تكذبون؟ من قعدتوا بالكراسي وانتخبناكم غير تشتغلون؟ تبليط ماكو، هذا الله كفيلك المي، ماكو اللي اشوفه اسال على الشارع يمكن لا تطلع وتصوره، ها؟ هذا قديم، كل ما تنطر يصير نفس الفيلم. مو ظل نصيح ولي وين لو يجيبونا تناكر لو ما يجيبونا يظلون يضحكون علينا. يعني الله كفيلك لا ما نحرق تايرات قبل شويه على راس الشارع ما يجون، ما حد يسال. تبهذلنا احنا هاي المطره وبالغاز لا يقبل يجينا ومسواق لا نقدر نطلع وما عندي وانا ابني مريض واليوم المعلمات هنا واقفات في الشارع ما يقدرون يطبون المدرسه. تبهذلت الوضعيه كلش مو زينه كثافه. والله ما نطلع محبوسين بالبيت. حتى تكرم العدة الشزمة يقدر يلبسها ويطلع يظل بالبيت محبوس والمريض حاير واحد شلون يوديه.